صباح النشاط على كل بيتفرجوا علينا النهارده في فقره جديده من فقرتكم اليوميه بتاعت الرياضه. عندنا النهارده موضوع مهم جدا، هنتكلم على مرض السكر وممكن نعالجه ازاي من خلال الرياضه للاطفال. صباح الفل يا كوتش. صباح الفل يا فرح. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. قول لنا بقى، احنا الرياضه يعني شيء اساسي في حياتنا وممكن احنا نتفادى امراض كتيره بتنتج لو ما فيش رياضه. مظبوط. طيب احنا مرض السكر جزء كبير منه اكل وجزء كبير منه رياضه. ده حقيقي. هو الفكره بس يا فرح، في الاول لازم نخلي بالنا ان احنا موضوع السكر للاطفال ده هو موضوع كبير جدا ومهم جدا، مهم قوي عندنا ان احنا يعني بعد الشر على كل اولادنا، يعني ان احنا نعرف ان دوت مش بعيد عن كل الاطفال. اي حد بنبدا اولادنا نبقى عايزين نكافئهم، نبدا نقول لهم هنجيب لكم سويت مش عارف كذا، هنجيب لكم شوكليت كذا، الحلويات، ما هي دي شكل المكافاه بتاعتنا. دي يمكن مشكله ان هي الثقافه، يعني احنا متعودين حتى ده لازم يتغير. يعني المكافاه بتبقى بالشكل ده، حتى وانا صغيره كان الحلويات في اي وقت متاحه. طب بيكافئوك ايه يا فرح؟ بيقولوا لك ايه مثلا؟ لو عملت حاجه كويسه هتعملي ايه؟ حله محشي. يعني انا محشي يعني كانوا بيقولوا لي مثلا ايه شوكليت مش عارف ايه كده، وانا راجل اهو انت حله المحشي. الله اكبر، كويس مش باين عليك. بس ف تحس انت خلاص هيقولوا لك بتاكل محشي وبتلعب رياضه بطلت. هي فعلا زي ما فرح ما بتقول، بيبقى في طرق معينه الواحد بيكافئ بيها اولاده. المهم ان احنا نركز ان احنا نغير الكونسبت ده، لان الكونسبت دوت هو اللي هياثر علينا بعد كده في المشاكل الصحيه اللي هتيجي. يبقى في كنترول على الاقل، يعني ما يبقاش يعني في اي وقت الموضوع يعني بتاع. خلينا نخلي المكافاه ديت اللي بتحصل للاولاد ديت ان احنا هنروح النادي نعمل كذا، او ان احنا هنقعد نلعب مع بعض لعبه معينه. خليها فلوس، عربيه، اي حاجه ما تخنش. اي حاجه يعني ومش لازم يكون تخين اصلا فيبقى ممكن يجي له السكر. لا، هي الفكره ان ممكن يكون رفيع بس انت بتدي له كميه سكريات عاليه او الاكتيفيتي بتاعته قليله، فبالتالي هو معرض لدوت بعد الشر. الناس اللي عندها سكر دي بيتكسفوا يقولوا للمدرب ان هم عندهم سكر، بيخافوا ان هم يعملوا ده. ده مهم جدا ان احنا نرجع للدكتور الاول نساله اذا كان في امكانيه ان احنا نتمرن ولا لا. رقم واحد. رقم اثنين، ان احنا لما نروح للمدرب او للشخص اللي بيمرنا ايا كانت الرياضه ايه، نبقى عارفين، نبقى بنعرفه ان احنا مريضين عندنا مشكله في 1 2 3، علشان هو يبقى عارف الكيس بتاعته ايه. رقم ثلاثة، ان احنا لازم بنعمل تيست، بلاد تيست للناس، للاطفال اللي عندهم سكر بالذات، نبقى عارفين السكر بتاعهم قليل زياده، عشان لو قليل ما نقدرش نتمرن لان احنا هنحرق سكر اكتر. والتمرين ده على فكره يعني ليه مميزات كتير، يعني هو هيعمل كنترول للسكر بتاع الجسم، كمان بيخلي استيعاب الجسم للانسولين اللي بياخده الطفل احسن بكتير، فهتلاقي الدكتور بنسبه كبيره جدا بيقلل الجرعه بتاعت الانسولين على بمناسبه يعني بالنسبه للاكتيفيتي اللي بدات، وبياكد على الرياضه والحركه يعني. أوكي. اكيد ده غير ان هي بتنمي بقى يعني صفات كتيره جدا وثقه بالنفس عاليه جدا بالنسبه للاطفال، بتخليهم يتعاملوا أكيد مع الكوميونتي اللي حواليهم والمجتمع اللي حواليهم من غير ما يحسوا ان في عندهم مشكله، لان هي فعليا مش مشكله، كل الناس معرضه لده، بس يعني لازم نطلع نفسنا من دوت ونبدا نركز اكتر ان احنا مليون في الميه. طبعا مليون في الميه. بس هل مثلا النوع التمرين نفسه مختلف لو احنا هنعمل تمارين بسيطه، لان السن الصغير دوت بيبقى محتاج يبقى يعمل اكتيفيتي كتيره، يبقى فيها تنطيط وفي نفس الوقت تبقى بسيطه من غير اوزان كتيره. لسن كام مثلا التمرين؟ من تحت ال 16 سنه. السن دوت هيبقى مثلا من 5 سنين لحد 12 سنه تقريبا. تمام. فنقدر نعمل تمرين، اول تمرين عندنا يقدروا يعملوه الكبار والصغيرين برضو. اسمه البيربيز، هنجزأه بس للاطفال على 6 حركات. فهنزل اول حاجه، يلا بينا. يلا بينا. التمرين ده صعب شويه على الفرح. اوكي. واحنا عاملينه للاطفال. انا مستعده. هننزل الاول هنا، هنحط ايدينا هنا ورجلينا ما بين ايدينا كده. الخطوه الاولى، 1 2 3 4 5، ايدي فوق، 6. 1 تاني من الاول. يلا. حلو انه انا برضه طفله يعني. 3 4 5 6، وايدي فوق، عدى كمان. بيربيز بتمرن المسلز بتاعه الجسم كله، اللور بورت والابر بورت، من اهم التمارين اللي ممكن نعملها. في تمرين تاني بيشغل عضلات البطن ومسلي جدا وجميل بالنسبه برضه للاطفال. البيربيز بتمرن ايه بالظبط؟ فول بودي، كل عضلات الجسم. ده حقيقي. تمام. في تمرين تمام. تاني اسمه الماونتن كلايمبنج، دوت للكور ماسل عضلات البطن. فهننزل هنا، هنثبت في البلانك بوزيشن او الهاي بلانك بوزيشن، وهبدا ركبتي
لحد صدري ارجع تاني 1 بغير one. الرجل ولا هي نفس ال بالتبادل 2 كملي 3 كملي. هي فرح متعوده ان احنا بعد ما بنخلص التمرين بعد ما نخلص التصوير بتاعنا بفضل انا بتعذب شغالي انت بتشوفوا بس 15 عدات. احنا عايزين منكم تعملوا 15 عده ثلاث مرات كل يوم وفرح هتكمل معانا بقيه اليوم 350 عده. اه صح. يلا صباح الفل. صباح الفل عليكم.